غزالة ديالي، السلام عليكم. لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير، صحتكم على خير؟ نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير، تكونوا في احوال طيبه، اموركم جيده. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. شكرا لكم، وشكرا لكم بزاف 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 على اللي خطيكم. والحمد لله ما حدنا في الحياه، اكيد غنتلاقاو بناس زوينين وناس خايبين، وهذه هي الحياه. ونتمنوا يا ربي يجيب لنا في طريقنا الناس زوينين اللي نبغيهم، اللي يبغيونا هكاك لله في سبيل الله. المهم الغزاله ديالي، هذا الفيديو هذا كان فيه بزاف، فيه واحد المقطع في بيسين، فيه روتين في الدار كيفاش كملت النهار ديالي ملي رجعت من البيسين، وفيه في الاخر غتلقاوني هكذا جالسه في هذه البلاصه وكنهضر معكم هكذا. حيتاش المقدمه ديال الفيديو، المقدمه ديال الفيديو ما صورتهاش، هذاك الشيء علاش ما يمكنش نحط لكم الفيديو هكا نيشان بدون مقدمه. حباباتي وكبيدات ديالي والغزالات ديالي، ضروري انني نسلم عليكم ونقول لكم توحشتكم بزاف، ونقول لكم شكرا لكم ونشكركم. نشكركم من اي بلاصه كتفرجوا فيا، لا يخطيكم ومرحبا بكم وولفتكم وتبارك الله. دابا حنايا راه 3 سنين مع بعضياتنا، غاديين دقه ما مزروبينش، ما كرهناش طلع القناه، ولكن بشويه. وشكرا لكم، وشكرا على لي جيم ديالكم، البارطاج ديالكم، شكرا على التعليق ديالكم على اي حاجه زوينه. المهم الغزالات ديالي، هاد النهار هذا كنت مشيت لابيسين ديال المسبح الكبير اللي كاين في الرباط، وتلاقيت مع يوتيوبرز زوينه بزاف وكتعجب الجميع تقريبا، كلشي كيتفرج فيها. عرفناها بهذا التجارب الاجتماعيه اللي كديرها. صراحه انا شخصيا كنت متبعها وكانت كتعجبني البساطه ديالها، كتعجبني المصداقيه ديالها، كتعجبني داك الشيء كتوصلوا لك كيف ما هو، يعني ما كتزوق ما حتى شي حاجه. هذاك الشيء علاش عجبتني بزاف وكنت متبعها. تقريبا انا ما كنتبعش بزاف ديال اليوتيوبرز، ولكن كاينه واحد الفئه قليله تقريبا شي ثلاثه اللي كنتبعهم، منهم رجوة شانيل اللي تلاقيتها وما زعمت صراحه نهضر معاها، وتقريبا راه شتها في الصباح ودازت من قدامي وما زعمتش نهضر معاها الى حتى الاخر ديال النهار، تسالت هي وسالينا حنا وكنا غاديين. المهم الغزالات ديالي، كملوا معايا الفيديو وشكرا لكم بزاف بزاف، وانتم معايا وشوفوا مع من تلاقيت. غزالات، انا تلاقيت مع رجوة وسيهام. لا ها هما، راكم كتعرفوا رجوة اللي كدير كيعجبوني هذوك التجارب الاجتماعيه. ان شاء الله غنديرهم. واعرين وسيهام اختها، وسي عبد منصور. شكرا منصور، لقينا هاد البنت بنوته غزاله، الله يسهل عليها الشوق. شكرا لك بزاف، انتم عزيزين عليا. تبارك الله، الله يسهل الامور. لا احنا برامي تبارك الله، وماما غزاله وعزيزين عليا بزاف بزاف. الله يسهل عليك. كنت انا في الوطن وجيت لهنايا ورجعت كنسكن في الصلاه، وشفتك انت هي في قبل قدامي يا رجل. تبارك الله، الله يبارك. المهم انا فوق عليا بالملحه، ما دخلت ما خرجتش. ما خرجتش والله ما خرجتش، ما بصحتكم حتى هذا. والله الا زوين شكرا لك، ربي يخليك، الله يسهل الامور. يا ربي امين هنا يخطيك. شكرا لك بزاف. وهذه راها بنت حتى هي تقريبا قرسلاويه راها. اش غادي نقول لك، انا كتلفي الهضره، انا ماشي مشكل. البنات شو سميتك؟ بشرى. بشرى، البنات تلاقينا هنايا، جينا لابيسين ديال 10 دراهم رخيص. 10 دراهم الفقر شو، الله يسهل الامور، الله يسهل علينا كلنا. بارك الله فيك سيام، كنت الله يكبر خليك بخير. شكرا لك. الغزاله ديالي، كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما رجعنا من البيسين، صراحه رجعنا عيانين وما كانش فيه الجهد اللي يدير هكذا، يا شي حاجه اللي غادي تاخذ الوقت ولا هذاك الشيء. علاش قلت علاش ما نديرش هكا غير لاصوص ديال مطيشه وندير معها شويه ديال الكفته وصافي، داكشي اللي كان. كيف ما كتشوفوا هنايا، حتى بديت كنتا صافي توجدتها ودرت لها العطريه وصافي تبدات كطيح. عاد انايا تفكرت راني ما صورتش معكم. المهم قطعت مطيشه، درت فيها اللي كندير فيها انا، درت فيها الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه السكينجبير والتحميره، وزويتها بلديه صافي. من بعد ما طاحت خليت كنخلي انا القزبر ومعدنوس هو التالي، باش كيعجبني داك النسمه ديال القزبر ومعدنوس تبقى، ما كيعجبنيش يكون طايب كله صافي ما بقى فيه والو، كيبقى هكا كحل، كيجيني بحال الدبان، ما تيعجبنيش. كيعجبني هكا يبقى فيه داك اللون الخضوريه، ويبقى المذاق ديالو كيبقى كيجيني كيبقى طري، كيبقى المذاق ديالو زوين وكيبقى فيه ما يدار صافي. من مور ما طابت ليا هكايا لاصوص ديالي، كيف ما كتشوفوا غطيت عليها ونقصت البوطه وخليتها على خاطرها
صافي خلطتها هكا باش غير الا كانت لاصقه ولا شي حاجه ما تبقاش لاصقه، حيت غادي ندير عليها الكفته وغادي نغطيها ونخليها تصهط على خاطرها. داكشي اللي كان هنا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الكفته جبتها كورتها، درت هكا شويه ديال الكويورات شويه كبارين، وبديت كنستفها كامله، استفتها وغطيتها. كنت غادي نزيد عليها البيض شويه، قلت لا الا زدت عليها البيض يعني غنتلف، ما غيبقى لا مذاق ديال الكفته ولا ديال المطيشه ولا ديال حتى شي حاجه، علاش لا نخليها غير هكذاك. وبصح مع شويه ديال الزيتون وشويه ديال هذا الحراره السودانيه المزاود، وجات بنينه بزاف، جات بنينه. ولا ما عاد غير حنا كنا يلاه جينا من البيسين كان فينا الجوع، ولقيت هذه هي اسهل حاجه واسهل طريقه، والحاجه اللي غادي تطيب بالزربه ما غاديش تاخذ ليا الوقت، حيت انا ما فياش الجهد اول حاجه. ثاني حاجه حنا فينا الجوع، يعني ما غاديش نقدروا نصبروا على هكا ندير الكوكوط ولا ندير شي حاجه اللي غادي تاخذ الوقت. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، يعني استفت الكفته كامله، استفتها في المقيله وقلب غطيتها وخليتها كتصهط على خاطرها، اكيد مع البوطه مهيله باش هكذا يا ما تحرق ليش مطيشه وتبقى لي غير الكفته بوحديتها. كنغطيها وكنخليها تطابت على خاطرها. صافي من موراها انتم كيف ما كتشوفوا اللي بانت ليا مازال ما طيباش، راني كنقلبها. وصافي قلبتها في الطبسيل وحطيتها وتغدينا، وهذا ما كان. وكنشكركم بزاف، وكملوا معايا الفيديو غتشوفوا معايا الكواليس ديال التصوير كيفاش كيدوز. شوفوا البنات الكواليس، شوفوا الكواليس. كنت في الفيديو اللي حطيت لكم قبل كنت جالسه هنا كنصور لكم هاد لي برودوي هادو اللي استعملتهم. صراحه والله الا زوينين كنهضر معكم بصراحه، يعني كيف قلت لكم ما هي لا بوبليسيتي ولا حتى حاجه، زوينين بزاف. سورتو هاد السيروم هذا بالنسبه للبنات اللي ما شافوش معايا في الفيديو اللي قبل، هاد السيروم هذا انا غادي نقربو لكم، راه زوين 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 بزاف، وكنصحكم باش تمشيو تاخذوه الا كنتو كتعانيو من تساقط الشعر. المهم شوفوا ها هما الكواليس هنا، انا جالسه غير بوحديتي، راجلي خرج هو والوليدات، وانا من النوع اللي كان يعجبني نعس في الارض. شوفوا فين كنت ناعسه، هذه هي بلاصتي، كنشد هنايا البلاصتي وكنجلس، وهنايا كندير يوتيوب ولا نتفليكس. المهم كل مره فاش كان كل مره فاش كنتفرج كندوز الوقت. صافي بقيت جالسه وقلت نوض نصور معكم الفيديو اللي حطيت لكم قبل من هذا. ودابا من مور ما ساليت وكل شيء وتغدينا وهذا، قلت غادي نوريكم حتى الكواليس اللي يعني شنو كيفاش حنا كنجبدو كنرونو باش نصورو لكم. المهم انتم كتشوفوا هذه هي بلاصتي جالسه ناعسه تمايا، وهنايا عاد دابا ملي ساليت غادي نجمع هذا الشيء ونجبد الطلامات ونطفي الرينغ ونهز هذه ونرد كل حاجه بلاصتها، وصافي هذا الشيء اللي كاينه غزاله ديالي. المهم كملوا معايا الفيديو، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. الغزالات ديالي كي دايره لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، تكونوا مرتاحين، احوالكم طيبه، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. المهم البنات بغيت نقول لكم الفيديو كيف ما شفتوا معايا النهار داز، ما كنتش عوله في الاول نصور نهائيا، يعني مشيت على اساس ما غاديش نصور، وملي تلاقيت مع رجوى شانيل صورت لكم ودرت مع هذاك المقطع اللي شفتوه معايا. من موراها ملي جيت للدار درت معكم الغديوه ديالي كيف ما شفتوا، المهم بارطاجيت معكم داكشي كيف ما هو. بغيت نقول لكم البنات باللي راه كاينين شي ناس اللي كنكونوا كنشوفوهم في اليوتيوب، كيبانوا لنا فشي شكل، كيبانوا لنا كتبان لك واحد الشخصيه ديالتو فشي شكل، من موراها ملي كتعاشرو كتلقاه مبدل كاريمون على داكشي اللي كيبينوا لك في اليوتيوب، سواء كتلقاه مزيان سواء كتلقاه خايب. وكاينين شي ناس كيبانوا لك عاوتاني في اليوتيوب، تيبانوا لك منفخين، تيبانوا لك ماشي ما كتزعمش انك تهضر معاهم، كتقول مع راسك لا الا مشيت تهضرت معاه راه غادي يردني ولا وملي كتهضر معاه كتلقاه من اطيب خلق الله، كتلقاه متواضع، كتلقاه درويش، كتلقاه كيتعامل معك عادي بحال راه ماشي مشهور نهائيا، تيتعامل معك بواحد تلقائيه. هذاك الشيء اللي شفتو في رجوة، تلاقيت مع رجوة كيف شفتو معايا رجوة واختها سهام ورجلها منصور، صراحه الناس وماماهم شروق هي تحيه لها من هنا، واحد الناس اللي هما دراوش، الناس الله يعمر لهم الدار، ناس اش غادي نقول لكم الطبقه المتوسطه، يعني بحالهم ناس شعبيين. عطاتني وقت، قلت صورات معايا، جلست هضرت معها تقريبا شي نص ساعه وحنا كنهضروا.
لا هي ولا اختها. طلقنا الطبيعه بقينا كنضحكوا صراحه صدماتني. ما كنتش كيسحاب لي باللي غادي تكون بحال هكذاك لا هي ولا لا فامي ديالها. كنقول لها شكرا لك بزاف والله يستر لك ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي توصلي داكشي اللي كتمني واللي كتحلمي وتحققي داكشي اللي باغا ليك والواليديك واللي باغا ان شاء الله توصلي ليه لا انت ولا سهام، ان شاء الله يا ربي حتى هي يوصل تحقق داكشي اللي عندها في بالها وداكشي اللي كتمناه في خاطرها. وهذا الشيء اللي كاين كنقول لكم البنات صراحه كاينين شي كتكون كاينين بزاف ديال ملي كتكون ماشي داير اليوتيوب، ملي كتكون ما دايرش اليوتيوب وكتلاقى مع هكايا يوتيوبرز كتبغيها او لا، كتكون واحد المعامله في شكل، ولكن ملي كتكون داير اليوتيوب كتبقى متخوف. ملي كتكون عندك قناه في اليوتيوب وكتشوف هكا شي واحد شي هكايا شي يوتيوبرز انتي متبعاها، ما كتزعميش تهضري معاها، ما كتزعميش تقربي لها اولا تقول لها راني متبعاك وهذا وهذا. علاش؟ حيتاش عندك انتيا شين في يوتيوب كتقولي مع راسك، وانا وحده من هذوك النوع كنقول مع راسي لا مشيت قربت لها ولا هضرت معها ولا هي اوتوماتيكمون غادي تقول لا راها جات هضرت معايا غير على وديت البارطاج ولا على وديت المنتدى ولا على باش تصور معايا ولا. كنبغي نقول لكم باللي راه كاينين بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش هاد ليدي هادي في راسهم، يعني كيوقفوا مع عند كل شيء وكيهضروا مع كل شيء كيصوروا مع كل شيء كيعطيو وقت لكل شيء ورجاء وهذا وسهام من هاد النوع هذا يعني تيهضروا مع كل شيء، سواء كانت عندك يوتيوب ولا ما عندكش يوتيوب، سواء تقول لها بارطاجيني تقول لك مرحبا ما عندهاش المشكل نهائيا. وهاد الناس هادو كيعجبوني وكنظن حتى انا من هادوك الناس، يعني كنقول ان شاء الله يا ربي نهار غادي يسهل عليا الله وغتكبر لي القناه ان شاء الله. غادي نبقى كيف ما انا، يعني جامي نتبدل ومستحيل نتبدل وما عمرني نتبدل، بالعكس حب الناس غادي يزيدني قوه ويزيدني نزيد نبغيهم ونزيد نتعلق بهم ونزيد نبارطاجي ونعاون، علاش لا ان شاء الله يا ربي. كنتمنى حتى انا قناتي تطلع باش ندعم بزاف، واللي غادي يوقف عليا غادي يلقاني ان شاء الله يا ربي. كنتمنى واخا شويه باقا معطله، واخا هادشي هادي ما بغاتش تطلع دابا تقريبا 3 سنين ومازال ما بغاتش تطلع، ولكن ان شاء الله غادي تطلع ان شاء الله. شويه بشويه حتى غادي يجي واحد النهار وغادي يكون واحد السبب اللي غادي تطلع فيه القناه، علاش لا. هادشي اللي كاين تلاقينا كيف قلت لكم في المسبح الكبير ديال الرباط ديال 10 دراهم. صراحة المسبح ديال 10 دراهم كنت صورت لكم شحال هادي وما كنتش هضرت عليه نهائيا، واخا دابا سال الصيف يعني واخا غادي نهضر عليه ما غاديش تستافدوا شي حاجه غير هو غتستافدوا العام الجاي ان شاء الله. صراحه انا مشيت له ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما 10، عجبني بزاف وخصوصا ملي جيت من تازل لهنا تقريبا هادشي اللي بقى في الصيف كله دوزتو فيه، تقريبا كنمشي ونعاود كل ويكاند خاصني نمشي ليه، زوين بزاف ورخيص وداكشي اللي فيه لداخل ماشي ديال 10 دراهم، زوين ونقي وسيكوريزي ومأمن، ما كيهضر معك حتى شي واحد، البوليس والمخزنيه ومعك لداخل السيكوريتي معك لداخل، الا مشيتي معطل واخا كتمشي معطل ما كتلقاش داك الرولاكس فين تجلس ولا شي حاجه، الناس اللي مكلفين تما كيرغبوها كاين الناس اللي عنده جوج ثلاثه كياخذوا ويعطيوك تيديبانيوك، يعني كاينه واحد المعامله، كاين بزاف ديال الحوايج عجبني بزاف. داكشي علاش مشيت وعاودت وما بغيتش نعاود نصور لكم باش ما نطيحش في التكرار وتلقاوني كنصور لكم غير البيسين. صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي بغيت نقول لكم. صراحه كيف قلت لكم الطريقه ديال التعامل ديال رجاء وديال سهام عجبتني بزاف، ديال ماماها اكيد حتى هي كيوقفوا مع كل شيء كيتصوروا مع كل شيء كيهضروا مع كل شيء كيعطيو وقت لكل شيء، داكشي علاش ربي ما خيبهمش ومازال غادي يوصلوا ان شاء الله لداكشي اللي باغيين ليه، مازال غادي يوصلوا ليه ان شاء الله علاش لا. وهادشي اللي كاين خرجت لقيتوني هابطه عند ماما وقلت علاش ما نصورش ونكمل معكم الفيديو وهي هذيك نجلس ونهضر معكم. هادشي اللي كاين غزالات ديالي الله يرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب، الله يسهل يا ربي على الجميع، اللي في بالو شي حاجه الله ينولوا ليها. كنتمنى من كل قلبي الخير ليا وللجميع، شي رزيق ليا وللجميع، جميع المسلمين كاع اللي محتاج ربي يسهل عليه، وما كاينش شي واحد اللي ما محتاج في هذا الوقت، راه اي واحد محتاج يد وحده ما كتصفقش، يعني كيكون خدام الراجل بوحديتو ما كافيش،
خصوصا من الطبقه المتوسطه. راكم عارفين بزاف ديال المسائل كاينه، بزاف المعيشه غدا كتغلى، الوليدات لي زيكول بريفي، المصاريف، كلشي كيجر كلشي كيجر، يعني ملي كيصبح الصباح وانت يدك في جيبك. الله يسهل علينا وعليكم وعلى الجميع، وهذا ما نقولوا. بسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله يا ربي. بيزو لكم وشكرا للرجاء وسهام، والله يستر لكم ان شاء الله وينولكم لي في خاطركم. بسلامه عليكم.